أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في تحديات الأصالة، في منافسة هذه النوعيات الجميلة من سن الإبداع والذي سمي بسن الإمتاع، سن الإيداع. وشوطنا الثالث عشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيقه، يحمل تحديات الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ وأسير هناك مع هذه الانطلاقة وهذه التحديات الرائعة التي تسير من خلال هذه المنافسات الرائعة مباشرة إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، لأتابع مقدمة الأداء ومقدمة الشوط. هناك أجد الحضور من الرهاوي لمطر، ايضا لمطر بن عبد الله بن سالم بالشاوية. الاكتبي يتقدم ويتحرك بالرهاوي، بينما المركز الثاني هملول للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، بينما المركز الثالث وصل فيه لزام لفرج بن سهيل بن عبد الهادي المري، ياتي مع المركز الثالث. انتقل الى متوكل لمحمد بن حماد بو خرايط العامري، شعار وزن، يتقدم بوزنه الثقيل، ياتي بمنافسته العملاقة من خلال هذه التحديات الكبيرة وايضا المنافسات العملاقة. الصارم قادم هنا بشعار محمد بن صالح بن نصرة العامري، يتحرك بالنصرة باح باحثا عن الفوز والانتصار، باحثا عن نقطة ذهبية في ختامي المرموم، في مهرجان المرموم التراثي الجميل. بينما الوصول على المركز الخامس اللي تجاوز من الجانب الآخر وتقدم في هذه اللحظات، وصل في زعفران لمحمد أو لعلي بن محمد بن هلال الكيبالي، يتحرك أيضا ويتقدم. بينما المركز السادس الوصول من نسناس منصور بن صغير بن محمد المنصوري، يتقدم ويتحرك هنا في هذه المنافسة الجميلة والرائعة. ما شاء الله ما شاء الله على هذه الانطلاقات الجميلة. انتقل إلى مياس بالمركز السابع لحمد بن محمد بن علي بن حادة الاكتبي، وتحركت الشعارات. المركز الثامن وصل باروت لماجد بن شاهين بن محمد العواني، وتاسع المراكز هنا همال لأحمد بن علي بن عمير المنصوري. واختتم النداء مع المركز العاشر السلعة لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، يصل في هذه اللحظات. هذه هي النتيجة، هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة، ومن لديه الزود فليتقدم مع العشر، يتحرك في هذه المنافسة. لكني بعود إلى المركز الأول لأرى مقدمة الشوط، لأرى من يتصدر ويتحرك. بخرايط يتقدم في هذه اللحظات مع متوكل محمد بن حماد بخرايط العامري، بينما هنا الهجوم من الرهاوي لمطر بن عبد الله بن سالم بالشاوي الاكتبي، وتحرك وتقدم نسناس منصور بن صغير بن محمد المنصوري. يا سلام اشتدت المنافسة والصراع والنزاع. وصلت ايضا وصل زعفران
لعلي بن محمد بن هلال الكيبالي. هنا يتحرك ومياس خادم بشعار حمد بن محمد بن علي بن حادة الاكتبي والوصول كذلك هنا من الشعارات القادمة، الشعارات المتحركة التي بدأت بالهجوم. من وصل؟ الصارم لمحمد بن صالح بن نصره العامري، هنا يتحرك ووصل أيضا، وصل مشغل لسهيل بن محمد بن ذويب العامري. بن ذويب قادم قادم، والكل والكل يتقدم في هذه الانطلاقة الكبيرة، لكني بعود لكني بعود هنا مع انطلاقة هذه الاندفاع. بن حماد قادم 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 مع السلعة، قادما مع السلعة معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. وتحرك مصيحان لسعيد بن صغير بن كنون الاكتبي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الكبير منذ بداية هذا الشوط، والمنافسة والمنافسة قوية يا متابعين يا مشاهدين يا مضمرين يا مسايرين، ما شاء الله. لكني وين وين المقدمة هنا مع ابداعات الرهاوي 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 الرهاوي، الرهاوي راهي ما شاء الله عليه، راهي بأدائه بانطلاقاته بتقدمه الجميل. هنا مع الرهاوي مطر بن عبد الله بن سالم بن شاوي بن شاوي مع الرهاوي، ولكن مياس خادم. هنا حمد بن محمد بن علي بن حادة الاكتبي بن حادة، وتحرك وتحرك وتقدم مشغل لسهيل بن محمد بن ذويب العامري. يتحرك والسلعة يترصد يترصد يتخطل هنا مع هذه الاندفاع الجميلة، هنا مع همال لأحمد بن علي بن عمير المنصوري. وتحرك السلعة لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، ولكن وين المقدمة هنا مع اندفاعة هذه الأداء مع اندفاعة هذه الأسماء مع الانطلاقة الكبيرة. الرهاوي 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 هنا مع المركز الأول، هنا مع الصدارة، هنا مع الإبداع الكبير، ما شاء الله. الرهاوي مطر بن عبد الله بن ساب الشاوي الاكتبي هنا يقدم العروض يقدم العروض. مياس خادم مياس خادم ما شاء الله. هنا حمد بن محمد بن علي بن حادة الاكتبي يتحرك يتحرك بمياس، يتقدم بمياس، يقدم هذه الإبداعات الجميلة هنا مع الاندفاع الاخير. مياس 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 مع المركز الاول مع الصدارة. حمد بن محمد بن علي بن حادة الاكتبي يحقق الفوز يحقق الانتصار يحقق الابداع هنا مع هذا الاداء الجميل. مشكور يا سالم بن شطيط الحبسي على هذا التضمير المميز. ثاني وناموس المركز الثاني، هناك وصل فيه الرهاوي مطر بن عبد الله بن سالم الشاوي الاكتبي. المركز الثالث كان حاضرا هو السلعة لمعالي علي بن محمد الحماد الشامسي. المركز الرابع كان حاضرا حمال لأحمد بن علي بن عمير المنصوري. والمركز الخامس كان مع المركز الخامس هملول لسيف بن محمد بن سعيد الناصري. نعود بالتوقيت الزمني 9:07 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا لمالك مياس حمد بن محمد بن علي بن حادة الاكتبي، ومشكور يا سالم بن شطيط الحبسي على هذا الانجاز الجميل. بينما المركز الثاني هنا من حضر فيه هو ايضا الرهاوي مطر بن عبد الله بن سالم الشاوي الاكتبي. والتوقيت الزمني